يجب صيام شهر رمضان على من؟ على من؟ على المسلم. وقف، خرج بهذا الكافر. الكافر لا يخاطب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالشيء، يخاطب بالشهادتين. فإذا أسلم نتدرج معه، صحيح؟ نعم. الإسلام والعاقل خرج بهذا. المجنون، هل يجب الصيام على السكران؟ يا أخوان، من يقول لك؟ أنت أوقف. ما قلت؟ أوقف. من قال لك؟ ما تعرف؟ يا أخي ما تسمع؟ هل يجب الصيام على السكران؟ سبحان الله يا رجل، السكران مجنون؟ أسألك أنا السؤال واضح، هل السكران مجنون؟ لا، المجنون أحسن منه والله. طيب خلاص اتركها. هل يجب الصيام على السكران؟ يا أخي ما تستطيع أن تقول لا، اتق الله، لأنك لو قلت لا يجب الصيام على السكران، بعض الناس يشرب الخمر وقال الحمد لله افتني فلان ما أصوم، لا يجب الصيام على السكران، نقول له تصوم ولا تشرب الخمر، ماذا بك؟ أجلس. طيب، إسلام وعقل والبلوغ، هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب. ولنا في الصغير مخاطبة من وجهين، مخاطب الصغير من وجهين، وجه أن يحث على الصيام، وجه يحث الولي على الصيام ويعوض وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. من العجب العجاب أن ترى الصغار يصوم، ولو أسأل أكثر من هو الآن معنا عن أمه أو عن أخته، خالتي أو عمتي أو جدتي، هل رأيت يوم من الأيام واحدة من هؤلاء تأكل في نهار رمضان، مع أنها في الغالب أن يأتيها أيام في رمضان معذورة؟ هل رأيت هاي؟ قل ما رأيت قط. وتجد من يقول أنه مسلم في نهار رمضان يتعمد الأكل، لا، شرب الدخان، نعم. طيب، إسلام وعقل وبلوغ، نعم. القدرة على الصيام، خرج بهذا العاجز عن الصيام إما لمرض أو سفر أو كبر في السن، نعم. يا أخي اصبر معي. المرأة الآن مسلمة وعاقلة وبالغة وغير مريضة، لكن جاء دم حيض النفاس، تصوم؟ لا تصوم. إذن لابد الخلو من الموانع، مفهوم؟ طيب، وغير غير هذا، نعم. هي ماذا بها؟ مقيم. طيب، أنا أكون مقيم غير مسافر وصحيح، يعني قادر خرج بهذا العاجز، مقيم خرج بهذا المسافر. المسافر لا يجب عليه الصيام، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إدراك فضيلة الشهر، وفيه أن الصيام مع الناس سهل، نعم، وفيه أن هذا إبراء للذمة، لأنه قد يؤخر ولا يصوم. الله يفتح عليك. نعم. طيب.